فبالتالي المحاسب في الحالة العملية محتاج مجموعة من القوائم أو التقارير عن الشركة. هذه القوائم أو التقارير يطلق عليها في المحاسبة التقارير المالية أو القوائم المالية. محاضرة اليوم نستعرض فيها إيه أنواع القوائم المالية، إيه محتوى كل قائمة، لأن أكيد كل قائمة هتحتوي على معلومات مختلفة، وإلا كنا قاعدين قائمة واحدة. أي شركة يا شباب في الحالة العملية زي شركة الاستيراد السعودية، زي شركة موبايلي، زي شركة عبد اللطيف جميل، زي محل التمونيات اللي جنب أي شخص مننا، بيعد في نهاية الفترة، يعني في نهاية السنة المالية، أربع قوائم أساسية. قائمة تسمى قائمة الدخل، والقائمة الأخرى تسمى قائمة المركز المالي أو الميزانية، الكلمتين بمعنى بعض، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغير في حقوق الملكية. خلي بالك اليوم كل جزء هشرحه هقول لك أنا هسأل في الاختبار إزاي. فمثلا قائمة الدخل جدول المراجع هيعده عشان في نهاية هذا الجدول يحدد مقدار صافي الربح أو الخسارة للشركة. بمعنى لو أنا أحد أعطاني الآن قائمة الدخل الخاصة بشركة صافي أو المراعي عن سنة 2016، آخر سطر خالص في هذا الجدول اللي بيطلق عليه قائمة الدخل بيبقى مكتوب كده: صافي ربح الشركة مثلا مليون ريال، مليون وخمسمية ريال، إلى خلاف. إذا قائمة الدخل احنا بنعدها في المحاسبة عشان الغير اللي هم الأطراف اللي من خارج الشركة تعرف مقدار صافي الربح أو الخسارة للشركة في السنة الماضية أو في الفترة المالية الماضية. خلي بالك في كلمتين مترادفتين. لما أقول لحضرتك أو حضرتك أنا عاوز أقيم الأداء المالي للشركة، يبقى هدفي أتعرف على مقدار الربح أو الخسارة. بمعنى لما أجي أقول لك في الاختبار قائمة الدخل تهدف إلى التعرف على الأداء المالي للشركة، تقول العبارة صح. طب هل ممكن أصيغ العبارة بأسلوب ثاني؟ بالضبط زي ما أجي أقول لك قائمة الدخل تهدف إلى التعرف على مقدار صافي الربح أو الخسارة للشركة، تبقى العبارة برضو صح. وبالتالي وانت بتذاكر أنا مش عاوزك تحفظ التعريف، أنا عاوزك تفهمه عشان انت هتسأل في مستوى الفهم مش مستوى الحفظ. بمعنى عاوزك تعرف ان قائمة الدخل جدول بنعده عشان نحدد أو نقيس أو نحسب صافي ربح أو خسارة الشركة عن السنة الماضية. طب هدف إيه؟ تقييم أدائها، يعني قول هي شركة جيدة ولا شركة رديئة أو سيئة. طيب قائمة المركز المالي أو الميزانية جدول ثاني هدفه
ممتلكات الشركة. شركة بتمتلك مباني، أراضي، أثاث، سيارات، كل ده بنعرضه في القايمة. والالتزامات اللي عليها، يعني مثلا ممكن شركة واخدة قرض من البنك يبقى ده دين عليها، ما دفعتش مرتبات الموظفين يبقى ده دين عليها، فبيقول عليه التزامات. ورأس مال صاحب الشركة يبقى قائمة المركز المالي جدول بيقول لي معلومات تانية خالص بخلاف قائمة الدخل. أول معلومة، ما هي ممتلكات الشركة؟ أنواعها إيه؟ قيمتها إيه؟ تاني معلومة، الالتزامات أو الديون اللي على الشركة قيمتها إيه؟ تالت معلومة، رأس المال حق صاحب الشركة، يعني الأموال اللي استثمرها داخل الشركة قيمتها كام؟ طب ليه بنعرض المعلومات دي؟ عشان اللي يقرأ أو يطلع على الميزانية يقدر يقيم المركز المالي للشركة. بس خلي بالك، كلمة الأداء المالي ليست مرادفة لكلمة المركز المالي. الأداء المالي يبقى أنا عاوز أعرف أداء الشركة شكله إيه؟ يعني بتكسب ولا بتخسر؟ طب المركز المالي عاوز أعرف ممتلكات الشركة كام؟ التزاماتها قد إيه؟ يبقى خلي بالك، كلمة الأداء المالي مرتبطة بقائمة الدخل، إنما كلمة المركز المالي دي مرتبطة بالميزانية. طب قائمة التدفقات النقدية، ده جدول بيجاوب على حاجة ثالثة خالص، ملوش علاقة لا بقائمة الدخل ولا بالميزانية. طب قائمة التدفقات النقدية بتجاوب على إيه؟ مقدار النقدية اللي داخلة إلى الشركة، ومقدار النقدية اللي خارجة من الشركة، يعني محل زي العصيم أو مول زي العصيم، المبيعات بتاعته في نهاية اليوم لو مثلا 10,000 ريال يبقى دي تدفقات داخلة للشركة نقدية. طب لو دفعوا في نهاية اليوم رواتب الموظفين 7,000 ريال يبقى دي تدفقات خارجة من الشركة. اللي جاوب لك على كمية الأموال النقدية اللي داخلة إلى الشركة واللي خارجة من الشركة، دي قائمة في المحاسبة يطلق عليها قائمة التدفقات النقدية. طيب الرابعة، قائمة التغير في حقوق الملكية، دي قائمة بتقول لي على حاجة تانية خالص. ايه هي؟ رأس المال بتاع صاحب الشركة أول ما أسسها كان كام؟ فممكن أقول لك والله أنا اليوم أسست شركة ب100,000 ريال. طب بعد سنة الشركة كسبت 20,000 ريال، فأصبح صاحب الشركة رأس ماله ال100,000 ريال وضيف عليهم كمان ال20,000 ريال، فأصبح رأس ماله بعد سنة 120,000 ريال. القائمة اللي بتجاوب لك على الثلاث أشياء دول، رأس مال صاحب الشركة أول ما أسسها كان كام؟ كسب عليهم كام؟ وبالتالي رأس ماله اليوم بقى كام؟ احنا هدفنا في المقرر ده نعلمك شيء واحد، انك ازاي تعد قائمة دخل وميزانية وقائمة حقوق ملكية لمنشأة فردية يعني يمتلكها شخص واحد. وبالتالي عشان اعرف اعد الشيء لازم اعرف مكوناته، بمعنى عشان تقول لي صمم لي مبنى عشان ابنيه اقول لك عاوزه كام طابق وكل طابق كام شقه،
والشقه مساحتها كام؟ اذا لازم اخش في التفاصيل. ده اللي هنعمله مع بعض الان، ان احنا هنمسك كل قائمه ونشوف محتوياتها ايه. وعلى فكره دي اخر محاضره نظري، ابتداء من المحاضرات القادمه ان شاء الله هيبقى كل شغلنا في صوره تمارين. بس ما تقلقش، ما احناش عاوزين واحد متخصص في الرياضه يعني يكون شاطر في الرياضه، انا ضعيف في الرياضه اساسا. كل ما في الموضوع بس ان احنا هنبتدي نتكلم بصفه ارقام، بمعنى هنبتدي نقول بقى راس المال 100,000 ريال، راس المال 50,000 ريال، الى خلافه. خلاص؟ طيب هنمسك اول قائمه، ولتكن مثلا قائمه الميزانيه او قائمه المركز المالي وقائمه الدخل. قائمه المركز المالي اتفقنا بنضع فيها ثلاث اشياء: ممتلكات الشركه، التزاماتها، حقوق الملكيه. طب قائمه الدخل، ايرادات الشركه، مصروفاتها، المكاسب والخسائر بتاعتها، صافي الدخل، صافي الخساره. يبقى لما اقول لك الاختبار ايرادات الشركه تدرج، يعني تظهر او تثبت في قائمه المركز المالي، تقول لي العباره خطا، لان الايرادات مكانها في قائمه الدخل. لما اجي اقول لك صافي الدخل بتاع الشركه يدرج في قائمه الدخل، تقول لي العباره صح. انما لو قلت لك يدرج في قائمه المركز المالي، تقول لي العباره خطا. طب احنا عاوزين نمسك قائمه قائمه ونقول محتوياتها ايه؟ بس تحملونا بقى في بعض المصطلحات اليوم. ممتلكات الشركه اللي هي مثل السيارات المملوكه لها، الالات، المباني، الاراضي، النقديه اللي في البنك او في الخزنه، يطلق عليها في المحاسبه مصطلح الاصول. يبقى لما اجي اقول لك عرف لي الاصول، تقول لي هي ممتلكات الشركه واللي بتجيب لها عائد في المستقبل. سيبك من كده، بتجيب لها عائد. يبقى الاصول في ذهني هي الشيء المملوك للشركه. فلما اجي اقول لك الاراضي، تقول لي ده اصل شيء مملوك للشركه، بس لازم تنطقها بلغه المحاسبه. يعني لازم تقول لي الاراضي اصل، المباني اصل، الالات اصل، السيارات اصل، النقديه اصل. في بقى حاجات خاصه بالمحاسبه شويه، بس عاوز حد يجاوب على السؤال اللي انا هقوله، يعني يكتبه. لو انا الجوال او الجوال اللي في يدك مفوتر، فالفاتوره جات لك في نهايه الشهر ب 1000 ريال وانت عميل لشركه موبايل، المبلغ ال 1000 ريال ده ملكك انت ولا ملك شركه موبايلي؟ ملك الشركه، صح؟ متفقين على كده يا شباب؟ الله يفتح عليكم. بس ما اقدرش نقول عليه نقديه. ليه ما اقدرش نقول عليه نقديه؟ لانك انت لسه هتدفعه للشركه في المستقبل. فشركه موبايلي طول ما انت عليك ال 1000 ريال تسميك العملاء. يبقى لما خلي بالك انت مش تخصصك محاسبه ولا هتخصص محاسبه، ولكن قد تكون في يوم من الايام مدير شركه. يبقى انت لازم تعرف تقرا القائمه الماليه. يبقى انت لازم تعرف تقرا القوائم الماليه. لما تمسك ميزانيه شركه
وتلاقي كلمة أو مصطلح العملاء وجارها 1000 ريال، يبقى ده المبلغ اللي الشركة هتحصله في المستقبل من عملائها. هقولها تاني اهو، لو انت الفاتورة مفوترة فعليك 1000 ريال لشركة الاتصالات، يبقى ال1000 ريال ملك شركة الاتصالات. ولكن شركة الاتصالات ما تقدرش تقول على ال1000 ريال مقضية. طب ليه؟ لأنها ما مسكتش المبلغ في إيديها. فهيبقى المبلغ ملكها، ولكن يطلق عليه لفظ العملاء. يبقى لما تقرأ كلمة العملاء في أي ميزانية، دي معناها المبلغ اللي على الزباين بتوع الشركة اللي الزباين هتسدده للشركة في المستقبل. طيب أنا خلاص عرفت ممتلكات الشركة، طب هل ممكن نصنفهم؟ بمعنى أنا بقول لك ممتلكات الشركة مثل الأراضي والمباني والعقارات والآلات والمعدات وهكذا، هل ممكن نصنفهم بأسلوب ثاني؟ أي فبنصنف ممتلكات الشركة إلى أصول قصيرة الأجل وأصول طويلة الأجل وأصول غير ملموسة. اتفقنا كلمة أصول معناها ممتلكات الشركة. فبنعرف الأصول قصيرة الأجل هي النقدية التي أو الأصول الأخرى التي من المتوقع تحويلها إلى نقدية خلال سنة مالية. يعني إيه؟ شركة زي عبد اللطيف جميل بتتاجر في السيارات، لو المستودع بتاع شركة عبد اللطيف جميل جواه 100 سيارة، يبقى السيارات دي ملكه، فبنسميها البضاعة لأن ده الشيء اللي بيتاجر فيه. السؤال بقى، هل البضاعة دي هتفضل عند عبد اللطيف جميل إلى ما لا نهاية؟ ولا هو عاوز يتخلص منها يعني يبيعها في أسرع وقت؟ فبنقول إذا كان عاوز يحولها إلى نقدية يعني يبيع السيارات خلال السنة القادمة، في الحالة دي السيارات يطلق عليها أصل قصير الأجل. طب لو أنا شركة مثل المراعي عندي مجموعة من السيارات بيستخدمها مندوب البيع إن هم يوزعوا البضائع على المحلات، إذا السيارات دي شركة المراعي شارياها عشان تستخدمها في ممارسة نشاطها، يعني تحتفظ بها السنة الحالية والسنة القادمة والسنة التالية والسنة الرابعة والسنة الخامسة إلى أن يتم استهلاك السيارة، يعني ما تبقاش عارفة تمشي. إذا كان الأصل زي المبنى الشركة بتمتلكه عشان تمارس فيه نشاطها، يعني شركة بتشتري مبنى لاستخدامه كمقر إداري لها، يبقى هي مش هتبيعه في الأجل القصير، مش هتبيعه السنة القادمة، مش هتبيعه السنة التالية، ولا هتبيعه بعد 2 ولا 3، يبقى في الحالة دي يطلق على المبنى أصل طويل الأجل. يبقى الأصل قصير الأجل
الشيء اللي ملك الشركة وهي عندها نية إن هي تبيعه وتحوله إلى نقدية خلال سنة. طب الأصل طويل الأجل، الشيء اللي ملك الشركة والشركة ما عندهاش نية إن هي تبيعه، أمال شاريه ليه؟ عشان تستخدمه في ممارسة نشاطها، وبالتالي ما عندهاش نية البيع في الأجل القصير يعني خلال سنة. لما أجي أسأل حضرتك سؤال، هو الفقير محلات الفقير بتاعت إيه في المملكة؟ أيوة دجاج المخفين. ليه؟ دجاج. أيوة صح. إيه اللي عرفك؟ أو وجبات جاهزة، إيه اللي عرفك؟ أنت حافظ الاسم التجاري بتاعها زي التفاحة اللي هي اللوجو بتاع أبل. أنت لو شفت التفاحة على أي جهاز بتقول ده عبارة عن علامة تجارية. الله يفتح عليك، عبارة عن علامة تجارية. طب السؤال، هو أنا لو صنعت جهاز الآن لابتوب عن طريق شركتي أقدر أضع العلامة بتاع المايكروسوفت أو أبل عليها؟ أكيد لأ. هل لو صنعت سيارة في المملكة أقدر أضع عليها العلامة التجارية اللي هي اللوجو بتاع شركة تويوتا؟ لأ. إذا في أشياء هي ملك الشركات ولكن ليس لها كيان مادي، يعني معرفش أمسكها بإيدي. بمعنى لو قلت لي أنت عندك في الشركة كام سيارة؟ أقول لك سيارتين. تقول لي هما فين؟ أقول لك أهم، واحدة ودي التانية. إنما لما أجي أقول لك ليبتون تقول ده شاي. طب إيه اللي عرفك؟ لأن ده الاسم التجاري بتاع الشركة وهو ملك الشركة اللي مقرها مثلا لندن. إنما لما أجي أقول لك مثلا أبراج الساعة، هي في ذهنك على طول مجموعة الفنادق اللي بتطر على الحرم المكي. إذا في بعض الأصول هي ملك الشركة زي شهرة المحل، زي العلامة التجارية، زي حق النشر. إن أنا لو ألف كتاب باسمي ما أقدرش أنشره باسم واحد تاني، أو واحد تاني ما أقدرش يسرق كتاب مني. دي كلها بنقول عليها أصول غير ملموسة. طب أنا هسأل في الاختبار إزاي؟ هجيب لك التعريف وأنت تقول نوع الأصل. يعني ما تحفظش التعريف. بمعنى حاجة أقول لك مثلا إيه؟ النقدية أو الأصول الأخرى التي من المتوقع تحولها إلى نقدية خلال سنة مالية أو دورة تشغيل، أيهما أقل أيهما أطول؟ هي، وأعطي لك أربع اختيارات: أصول طويلة وأصول قصيرة وأصول غير ملموسة. فالمفروض إنك تختار الأصول قصيرة الأجل. إذا وأنت بتذاكر ما تضيعش وقتك في إنك تحفظ التعريف بالكامل، بس تفهمه عشان تعرف تميز هو التعريف ده متعلق بالاصل قصير الاجل ولا الاصل طويل الاجل. طيب احنا ده كله بنتكلم على قائمه المركز المالي اللي هي الميزانيه. فاحنا قلنا الميزانيه اول شيء او اول مجموعه من المعلومات توضع بها هي معلومات عن ممتلكات الشركه اللي بتتقسم داخل الميزانية لأصول طويلة وأصول قصيرة الأجل وأصول غير ملموسة. طب إيه تاني بنحطه في الميزانية بتاع الشركة؟ الالتزامات اللي على الشركة، مثل الضرائب المستحقة يعني لما اتدفعتش لمصلحة الزكاة والدخل، مثل المرتبات المستحقة اللي ما اتدفعتش للموظفين، أو إيجار مستحق، أو كهرباء مستحقة،
طيب ايه تاني من الالتزامات؟ في شيء بنسميه الدائنون في المحاسبه. احفظ حاجه من الاثنين، يا تحفظ ان العملاء هم زبائن الشركه اللي عليهم مبالغ هيسددوها للشركه في المستقبل، ده العملاء. طب الدائنون العكس بتاعها تماما، يعني الشركات اللي انا بشتري منها، يعني العقيم بيشتري بضاعه من زبون او من شركه ويبيعها للزبون، طب الشركه اللي بيشتري منها العقيم بيشتري على الحساب هيدفع في المستقبل، يبقى ده دين عليه. لما يسجل الدين ده بدفاتره يسميه الدائنون. يبقى الدائنون اصحاب الديون المستحقه على الشركه، ولكن الديون المتعلقه بالبضاعه، لما اشتري بضاعه على الحساب المبلغ اللي عليا بسميه الدائنون. طيب هل الالتزامات ممكن نقسمها مثل الاصول؟ يعني هيبقى برضه عندي فيه التزامات، يعني ديون قصيره الاجل وطويله الاجل؟ اه. طب نميز ما بينهم ازاي؟ اذا كان الدين اللي على الشركه لازم تسدده خلال السنه القادمه يكون التزام او دين قصير الاجل. طب اذا كان الدين اللي على الشركه ممكن تسدده بعد اكتر من سنه ولو بيوم واحد، يعني قرض على الشركه هيتسدد بعد 3 سنين، القرض ده يصنف ان هو التزام طويل الاجل لانه لسه هيتسدد بعد 3 سنين. طب لو قرض هيتسدد خلال السنه القادمه يصنف على انه التزام قصير الاجل. يبقى احنا عرفنا الاصول ممتلكات الشركه ونقسمها قصيره وطويله وغير ملموسه. طب الالتزامات الديون اللي على الشركه ونقسمها قصيره وطويله الاجل. طب ايه تاني بنضعه في الميزانيه؟ حقوق الملكيه. وحقوق الملكيه هي مرادفة لكلمة رأس المال. أي واحد بيفتح شركة يعني بيمتلك شركة، تبقى الشركة باسمه هو بس، ده أنت فاهم، بنتكلم عن المنشآت الفردية، الشركة باسمه هو بس. لف الشركة مجموعة من الحقوق. إيه هي؟ رأس ماله اللي بدأ بيه الشركة، فبنسميها استثمارات الملاك. والإيرادات اللي هي المبالغ اللي داخلة إلى الشركة نتيجة بيع البضاعة، نتيجة تقديم خدمة. وعليه حقوق ان هو يتحمل مصروفات الشركه مثل ايجار المبنى بتاع الشركه، مثل رواتب الموظفين، مثل مصاريف الاعلان. والمصروفات الشخصيه، طب ايه المصروفات الشخصيه دي اللي هو بيتحملها؟ لو صاحب الشركة أخذ مبلغ من الشركة وليكن مثلا 5000 ريال عشان يدفع المصاريف الدراسية الخاصة بابنه أو بنته، المبلغ ده طالما هيصرفه على أغراض شخصية وليس على الشركة يطلق عليه مصروفات شخصية. خلوا بالكم احنا بنعمل ايه دلوقتي؟
بعمل معاك بالظبط اكنك مثلا ما نزلتش مدينه الرياض، فبقول لك والله مدينه الرياض متكونه من 5 اجزاء، منطقه شماليه، منطقه جنوبيه، شرقيه وغربيه. ادي الـ4 اجزاء. فببتدي اخش معاك في جزء جزء واقول لك والله المنطقه الشماليه مثلا هتلاقي فيها جامعه امام، هتلاقي فيها المطار، هتلاقي فيها جامعه نوره الى خلافه. نبتدي بقى المحاضره القادمه نشوف الكلام ده لما بيجي في الحياه العمليه بنسجله ازاي في الدفاتر كمحاسبين، عشان نوصل في اخر السنه ان احنا نعرف نعد القوائم الماليه اللي بنتكلم عليها الان. اذا جلسه اليوم بالذات في المصطلحات اوعى تغيب عن ذهنك. دي اول نصيحه. تكون انت عارف ان اصول الشركه هي الممتلكات، الالتزامات، الديون اللي على الشركه. حقوق الملكيه يعني حقوق اصحاب الشركه، في الشركه ايه؟ لهم راس مالهم، لهم صافي ربحهم الى خلافه. دي الميزانيه. طب قائمه الدخل بنضع فيها حاجتين اتنين مفيش غيرهم، والحاجتين عكس بعض، فهنحفظ واحده منهم. بنضع في قائمه الدخل ايرادات الشركه، لو بصيت للتعريف تتوه فيه، فهو بيقول لك ايرادات الشركه هي الزياده في الاصول او النقص في الخصوم او كليهما نتيجه ممارسه النشاط العادي لها. انا بصراحه لحد دلوقتي انا شخصيا مش فاهم حاجه من التعريف، ولكن ايه المقصود بكلمه ايرادات الشركه؟ خلي بالك الامثال اللي هقولها انا بتكلم من وجهه نظر الشركه. لو انا قلت لحضرتك انا في نهايه الاسبوع دخلت بنده، جمعت اغراضي، وقفت امام الخزنه، فطلع حسابي 100 ريال. ال 100 ريال بالنسبه لبنده ده ثمن البضاعه، فهو ايراد بالنسبه لي. مبلغ هيخش لها. طب لو قلت لك أنا ذهبت لمحامي يترفع لي في قضية أمام القضاء، فالمحامي طلب مني 2000 ريال فأعطيتهم له، يبقى ال 2000 ريال بالنسبة للمحامي بمثابة إيراد، ولكن يطلق عليه أتعاب، يعني إحنا بنقول أتعاب المحامي. طب لا قدر الله لو أنا أو أحد من حضراتكم ذهب لمستوصف، أول حاجة في الاستقبال هيقول له أعطيني، شوف هنطقها إزاي؟ أتعاب الكشف. لو أتعاب الكشف 100 ريال هي إيراد للمستوصف. إذا إيرادات الشركة هي ببساطة شديدة المبالغ اللي هتخش الشركة نتيجة إما بيع بضاعة زي العصير، وايبر، بندا الى خلافه، والتمونيات، او تأدية خدمة. يعني انت لما بتطلب الشركة بتاع الصيانة او النظافة عشان تيجي للمنزل وتعمل لك صيانة او نظافة، دي خدمة بتأديها لك. لما يطلب منك اتعاب و 1000 ريال ده ايرار بالنسبة له. طب المصروفات، المبالغ اللي الشركة هتتحملها مقابل شراء منتج أو تأدية خدمة للشركة. هتقولي زي إيه؟ شركة بتتاجر في المياه اللي هي القارورات بتاع الميه او الازاز الصغيره،
بتتاجر فيها مش هي اللي تعبيها، يبقى هتشيل الميه يبقى تسدد ثمنها، يبقى ده مصروف بالنسبه للشركه عشان ترجع تبيعه للزبون اللي هي الميه، ويبقى المبلغ اللي هتحصله من الزبون هو ايراد للشركه، والشركه تكسب ما بين ثمن الشراء وثمن البيع. بس ثمن الشراء بتاع المنتج اللي انا هتاجر فيه ده اسمه مصروف. طب ثمن البيع اللي انا هقبضه بالنسبه للشركه ده اسمه ايراد. طب رواتب الموظفين مصروف. طب مقابل ايه؟ خدمه اداها للموظف، ان هو مثلا ساعدني في اداره الشركه. طب ما قيمه الاعلان في جريده عن نشاط الشركه مصروف مقابل خدمه اتعملت لي اللي هي الدعايه والاعلان. ايجار المبنى اللي انا جالس فيه او اللي الشركه بتمارس نشاطها فيه ده مصروف. الادوات الكتابيه او المكتبيه اللي الشركه بتستخدمها زي ورق التصوير، ورق الطبعه، الاقلام، اجهزه الحاسب الالي، دي كلها بنقول ادوات كتابيه او مكتبيه. الكلمتين صح. اذا قائمه الدخل انا عرفت فيها ان انا بحط فيها معلومتين، بضع فيها معلومتين، ما هي ايرادات الشركه وما هي مصروفاتها. طب ليه انت لسه ما درستش محاسبه؟ لو قلت لحضرتك ان ايرادات الشركه 1000 ريال ومصروفات الشركة 300 ريال، هي الشركة دي كسبانة ولا خسرانة؟ حد يعرف؟ كسبانة صح؟ مش كده؟ ده اللي بنعمله في قائمة الدخل. بنيجي في نهايتها زي ما انتم كده الله يفتح عليكم عملتم، بنقارن بين ايرادات الشركه ومصروفاتها. فاذا كانت الايرادات اكبر من المصروفات، الفرق اللي هو زي ما انت حصلت الله يفتح عليك كده ال 700 ريال دول يطلق عليهم في المحاسبه صافي الربح او صافي الدخل، كلا الكلمتين زي بعض. طب لو العكس، يعني ايرادات الشركه 1200 ومصروفاتها 2500، ايراداتها 1200 ومصروفاتها 2200 او 2500، اذا الفرق بمثابه خساره. في المحاضره الاولى والثانيه يا شباب احنا بنتكلم في اسئله نظري، بنتكلم في اسئله نظري في الاختبار، بمعنى لا يستطيع احد وهو بيختبر الطالب في مقرر مبادئ المحاسبه الماليه ويتجاهل المحاضره الاولى والثانيه في الاختبار، وكل لبيب بالاشاره يفهمه. طب انا هسال ازاي في النظري ده؟ عندي والله كذا طريقه، طريقه منهم اجي اقول لك ايه مقدار الزياده في الايرادات عن المصروفات يسمى، واعطي لك اختيارات. فالمفروض تقول لي يسمى صافي الربح. لما اجي في الاختبار اقول لحضرتك
الفيارات أو المباني المملوكة للشركة هي أحد عناصر قائمة الدخل أم الميزانية؟ وأعطي لك اختيارات، فهقول لك المبنى أحد عناصر وراح ندي لك أربع خمس اختيارات، فالمفروض تقول لي الميزانية لأن المبنى ده أصل من أصول الشركة، شيء بتمتلكه. لما أجي أقول لحضرتك السيارات ده أصل ولا التزام؟ السيارات ده أصل ولا التزام؟ أصل. إنما لما أجي أقول لحضرتك شركة أخذت قرض من البنك الراجحي والقرض يسدد على 3 سنوات، يبقى التزام قصير الأجل ولا طويل الأجل؟ لا، هو التزام طويل ولا قصير؟ انا متهيألي انتوا لسه ما ذاكرتوش وبتجاوبوا صح. مش متهيألي وانتوا بتجاوبوا صح اساسا. تمام؟ طالما عدى السنه يبقى طويل الايه؟ الاجل. الله يفتح عليك. انا هسأل كده. مش هاجي اقول لك ما هو تعريف الاصول؟ ما هو تعريف الخصوم؟ خلاص؟ وعشان ما تظلمناش بعد كده لا انا ولا غيري. احنا بنطلب من العماده ان يبقى في لقاءين في الاسبوع الاجابه بتجي لنا انتظروا الان. لان ممكن كده عشان الاختبارات ممكن في الاسابيع القادمه مش الاسبوع التالي يعني. لما يفتحوا لنا ان احنا ممكن نعطيكم اكثر من محاضره لان ده مرتبط بالسيستم اللي هو الاي تي بتاع الجامعه او التقنيه. ما اقدرش احدد لك ميعاد محاضره من ورا الجامعه من غير الجامعه ما تعرف، لان ميعاد المحاضره هو هيتسيب على الموقع بتاع العماده. خلاص؟ انما الاسبوع القادم ان شاء الله زي ما احنا هنبقى ان شاء الله في نفس الميعاد الاسبوع القادم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.